جورج، أهلا وسهلا فيك ببلاتو مورنينغ توك. صباح الخير لك وللجميع. شكرا لحضورك اليوم معنا. جورج، كنت بلشت أنا بالأنترو وحكيت أنه في أسباب كثيرة بتسبب لنا وجع، وخاصة بأسفل الظهر، أو فينا نقول ببلش بأسفل الظهر. إذا بدي بلش معك من الأسباب، الأسباب كثيرة، شو هي؟ نعم، اليوم كثير عم ينصرف مصاري على مشاكل الظهر بسبب التكنولوجيا. يعني مثلا من زمان كانوا الناس يمكن يحركوا أكثر، هلا بيقعدوا على الكمبيوتر، بيقعدوا بشغلهم، صار يعني فينا نقول القعدة فترة طويلة. القعدة هي أثرت وبلشت دراسات. يعني بكندا أول شيء كان يلي بيشغل بالمصنع كان يضل يقوم ويحرك، يقوم ويكبس كبسة ويقوم يحرك. بعدين مع تطور التكنولوجيا الشغل على الكمبيوتر على الديسك كل الوقت، صح، اجوا المهندسين قالوا عم بيتعب هالعامل، عملوا له كل شيء حواليه، بيقعد على الريموت كنترول بيشغل، بيكبس هو وقاعد. بعدين لقيوا انه صار عنده المشاكل بالظهر. يعني فينا نقول لقعود فترة طويلة، علما انه في اشغال بتتطلب انه نحن نكون قاعدين، يمكن حتى مثل سائق التاكسي بيضل قاعد كل النهار، او حتى مثلا الوقوف كل النهار كمان بسبب مشاكل باسفل الظهر. كمان الوقوف، بس اجمالا اكثر شيء الجلوس. هلا ما في قاعدة عامة، في استثناء على القاعدة، ولكن مثل ما ذكرتي حضرتك، نعم شوفات التاكسي بيصير معه كانوا يقولوا له التاكسي درايفر سيندروم، لانه بضله قاعد. هلا شو فينا نساعده؟ منقول له بس توصل حدا ما تضلك قاعد، وهيدي بنشوفها كثير، بيكون شوفير تاكسي ناطر ناس وقاعد بالسياره، او حتى مرجع المقعد ونايم. كمان هيدا شيء مش منيح، يعني بده يساعد حاله، بينزل من السياره وبيتمشى. اوكي، وشغله ثانيه بيقدر يساعد حاله، هودي يعني ما بيكلفه شيء، بيحط تكيه ورا ظهره مثل اللي موجوده عندكم هون. لفتتني كثير منيحه هيدي السماكه وهيدا الحجم. أوكي. اذا حتى ورا كعب ظهره هيدا كثير بيساعده. يعني بحاجة لتكاية على مقعد السيارة عم نحكي. ايه نعم، او مقعد المكتب اذا شخص قاعد بمكتب ورا مقعد المكتب، ورا المكتب. واذا راح زيارة عند الناس، يعني ساعتها يلي الناس اللي بيعرفوا حالهم بيقعدوا كتير هيك لازم يعملوا. طيب، من حتى هيك التبس لعطيتهم للشخص اللي بيقعد كتير، في تمارين يمكن بالبيت نحن بنقدر نعملها حتى نساعد حالنا نتجنب وجع اسفل الظهر، بنقدر نستفيد منها لحالنا بالبيت؟ غلط. إذا بتزودنا فيها ما في ولا تمرين للظهر، وهيدا هي الفكرة الخاطئة، وإصابات كتير عم نشوفها من وراء التمارين أو من وراء نوادي رياضية. أوكي. كانوا من زمان يعملوا، بعدهم لليوم في ناس بتجرب توصف تمارين. بالحقيقة ما في ولا تمرين، في يعني كم تمرين بسيطين ولكن منهم أساسية، وأفضل أنه ما يعملون إلا من بعد ما يكون صح. شو هو لكان التمرين لوجع الظهر؟ هو كيف الواحد بيتحرك، كيف بيتجنب الحركة الخاطئة. إذا بيقعد كتير ما يقعد، إذا بيوقف كتير مثلا شاف مطبخ، إذا بيوقف بفترة الاستراحة طبعه بيقعد، يعني بحاجة فينا نقول يغير حتى يكون دايما عم بيحرك جسمه بطريقه مناسبه. طيب، ايام كمان بنسمع كثير، انا كنت قلتها بالمقدمه، انه الفرشه اللي بننام عليها اذا قديمه او لها وقت بتسبب اوجاع بالظهر. امتين بنعرف انه انا مشكله اوجاع بظهري هي ناتجه عن النوم يمكن او الفرشه؟ الفرشه بتسبب انزعاج بس ما بتسبب اوجاع، يعني بتخلي المريض يروح عند طبيب او يعني يروح على استشاره طبيه. بتعمل انزعاج. هلا في نوعين مبدئيا بالفرشات. أوكي. في الفرشه القاسيه يلي هي قطن، وفي الفرشه الرسور. اوكي، هلا ايها افضل حسب كل واحد. أوكي. بس تنسهل على المشاهد، اذا حدا عم يتضايق على الفرشه الرسور مش يروح يشتري ماركه تانية وتكون رسور، ساعتها يروح على الفرشه القاسيه. أوكي. على القطن. هلا كيف بيعرف الواحد هون؟ اذا المعالج بيساعده، الظهر فيه طعجات تحت بكعب اسفل الظهر، فيه طعجه. أوكي. يلي عنده الطعجه ما بيناسبه ينام على شيء قاسي، بيناسبه ينام على شيء يكون فوم. أوكي. او رسور. ليش؟ تيعبي له هالخسفات. تسمعي انه بيقولوا له نام على شيء قاسي، في منهم بيناموا على الارض. على الارض، صحيح. هيدا زمان كنا نسمع انه تكون طريقه علاج يمكن يستخدموها. مش علاج، معظمهم بيوعوا مطربقين وموجوعين. ما بتفيد ابدا، ما بتاذي بس بيوعى موجوع. هلا اذا في ناس ما عندهم الطعجه من تحت، هودي اذا ناموا على شيء قاسي او على الارض ما بيتضايق، بس هيدا مش علاج. اذا نام بالليل على الارض او على شيء قاسي وبعدين بشغله قاعد على المكتب 5 ساعات، بس يجي له تليفون بيرد هو وقاعد، بس بده يشرب هو وقاعد،
هيدا اكيد رح يوصل لمشاكل بالظهر. أوكي. شو بنقول له لموظف البنك لا سكرتير او بس يجيك تليفون قوم مشي ورد على التليفون. حط علبه الكلينكس بعيده عنك، حط انينه المي بعيده عنك، باي فرصه فيك تقوم تمشي وبعدين بترجع على شغلك. تيقدر يجبر حاله انه هو يكون عم يتحرك. هون لابد انه اسالك امتين وجع الظهر خلص واحد لازم يقول انا صار لازم اشوف معالج فيزيائي. هلا طبعا لازم يشوف طبيب بالاول، ولكن بده يوصل لوقت بس وجع الظهر يصير يعيق شغله، يعني انه اجمالا الناس اليوم وفي اسباب ماديه ما بيروح دغري بيستشير. صحيح. بس لما يبلش ياثر على شغله ببلش يسال، ببلش يفكر يروح يتعالج. ولكن الشيء اللي لازم ركز عليه انه وجع الظهر ممكن ينحل بشغله بسيطه، يعني بنصيحه بحركه. هلا عم نشوف بناء على اللي عم بتقوله دعايات كثير لمراهم معينه يمكن او تمارين معينه يمكن على السوشيال ميديا شوي دخلت باطار عالم الدعايه والترويج لها، هل هيدي هي صالحه بتصحح الشخص بتطببه او يمكن برايك لا عم تدخل بعالم التجاره؟ للاسف في استغلال للمريض، مشان هيك انا يعني حبيت المنبر عندكم وجه رساله للناس يلي مش قادرين يدفعوا كمان. المرهم ما بيفيد ولو كان من بيع بالصيدليه. المرهم اكثريته مي وجل والماده الفعاله فيه نسبه قليله. أوكي. وتاني شيء ما بتخرق بالجلد. أه. ما بتوصل على المفاصل. اوكي. اليوم غاليين وبصير المريض يتلقط بحبال الهواء ويفرق، هيدا ما بيفيد. هلا دواء حبوب إذا الطبيب وصفه بفيد، ولكن ممكن يصححه على فترة جمعتين ثلاثة ويرجع. إذا رجعنا على نفس المشكل اللي تفضلتي حضرتك وذكرتيه بالأول يلي هي وضعية الجلوس وخلال النهار جلوس على فترة طويلة رح يرجع الوجع. يعني إذا واحد عادد إصبعه عطيناه دواء راح الوجع بس بعد ضل عدد اسبوع بده يرجع الوجع. طيب هون كمان بدي اسالك، ايام الوجع ببلش خفيف مثل ما قلت وبعدين بيتطور هذا الوجع وبيكبر، هل معقول يتحول لديسك وجع اسفل الظهر؟ نعم، سؤال كثير مهم مدام بيرلا. الوجع الظهر اذا طول وخصوصا بالوضعيات اللي ذكرناها هذا بيتحول لديسك، يعني بين فقره وفقره في ديسك معمول من كارتيلاج ماده قاسيه. اوكي. هلا بس يحني الانسان، مثلا انا بدي اجي احمل هيدي الشكله. أوكي. الوضعيه الخاطئه انه بيعملوا هيك معظم الناس. أه. اذا بدي يحمل. أوكي. جره غاز بيعمل هيك. صحيح. هلا شو الوضعيه الصح يلي بيعملها الانسان؟ اذا هيدي وزنها 10 كيلو على الظهر بصير وزنها 100 كيلو. اها، يعني بتضرب اذا نزلنا بوضعيه خاطئه. اي نعم. شو الوضعيه الصح اذا هيك بتقدر؟ اذا بدي احمل هيدي بدي اعمل اها تمرين. أوكي. اسمه لانج بالجيم. أوكي. نتعلمه اللانج. صحيح. وليش ما منطبقه بحياتنا؟ يعني بروح على الجيم بعمل لانج بعدين بسعى بحياتي بدي اجي احمل بحمل هيك طريقه خاطئه، فانا لازم ينزل كل جسمي يعني واحمل الغرض يلي بدي اشيله. نعم. وسؤال، هيدي الطريقه بتاثر كمان قد ما كان الغرض ثقيل انا اقدر احمله من دون ما ينصاب في شيء او نعم. يصير عندي اوجاع؟ نعم. اجمالا العمود الفقري بيقدر يحمل اوزان ثقيله اذا كان بوضعيه جيده. طيب هون كنت عم تفرجينا هلا كيف بيتحول الوجع لديسك يمكن بجسم الانسان من خلال هو التليفونات. نعم. والبطاريه اللي معك هون، اذا فيك تشرح لنا كل غرض معك شو بيمثل من جسم الانسان. اذا تنقول التليفون هو فقره. اوكي. فقره بالظهر. هيدا ديسك بين الفقرات. أوكي. وهيدي فقره. أوكي. وطبعا كل الجسم هيك معمول. نعم. كل العمود الفقري هلا بس يحني الانسان هودي الفقرتين بيضغطوا هيك. آه. نحن بنقول له للمريض تخيل حبه ترمز. أوكي. إذا كباستية من زاوية بتطلع من زاوية بيطلع الديسك لورا. أوكي. بيطلع لورا الأعصاب مرقة من ورا بس يطلع لورا بيكبس على العصب بصير المريض توجعه إجره. أوكي. هلأ هيدي الشغلة بتصير من حادثة واحدة هيدي ولا بدها تكون هيك فينا نقول عدة مرات الإنسان تصرف أو استخدم جسمه بطريقة خاطئة؟ قليل لتصير من حادثة واحدة. أه. هي تراكمات. تراكمات. وأكتر شيء من بعد الشغل، هذه دراسات بيانات، من بعد شغله بس يروح على اكتيفيتي على نشاط معين يرجع يعمل نفس الحركات الخاطئه اللي كان يعملها بشغله. اليوم اكثر شيء بالنوادي الرياضيه بتصير، اذا بتفوتي على نادي رياضي بتلاقي معظم المكانات. نعم. كلها عاملينها على القاعد. يعني من بعد ما يكون شاغل 5 ساعات على القاعد
بيروح بيقعد وبيرجع بيرفع كرمال هيك نحن بحاجة على الأكيد بده ينضرب بحاجة لناس تقودنا بتمارين رياضية بطريقة صحيحة أكيد شو هيك إذا بدي أقول لك تعطي نصيحة لكل الأشخاص يلي عم بيعانوا من وجع بأسفل الظهر شو بيقدروا يعملوا أول فترة يريحوا حالهم قبل ما نختم نصيحة سهلة كتير وممكن يصح من وراء هالحلقة عم بحكيكي جد طبعا في بعد شوية تفاصيل بس أكيد. أول شغلة يلي شغله قاعد بده يقوم يتحرك مثل ما قلنا نعم يحط كل شيء بعنه كل شيء بعيد عنه وبده يتحرك يعني اذا قدر يعمل رياضه عنده وقت بده يمشي يصير يعمل أوكي. مشي بالمشي كثير مهم انه نحرك ايدينا هلا اللي بيمشي مثلا وايديه اللي حامل ما بعرف كياس او يعني اذا ايديه جامدين كمان بيكون في ضغط على الظهر او اللي بيمشي بنقول له يعني المشي بالمول يعني بيمشي وبيتفرج على فيترين بيمشي بيتفرج على فيترين هذا مش مشي لازم يكون مشي سريع او بطيء بده يكون مشي سريع مشي سريع مشي سريع قد ايه بالمعلي عم اطشك قد ايش بحاجه نحن بالنهار لوقت من هذا النوع من المشي هلا على القليله ربع ساعه يعمل يوميا. على القليله ربع ساعه هذا اللي بده يكون عم بيلاقي نتيجه للظهر ومش اللي بده يضعف بده يعمل اكثر اكيد ساعات تختلف انواع الرياضه فاذا اذا كان شغله جلوس نرجع منعيد بده خلال عمله يقدر يمشي يلاقي طريقه يعني. هو يلاقي حجه يضل يقوم ويتحرك الحركه يعني فينا هيك نلخصها بكلمه الحركه نعم الحركه الصحيحه والدائمه اذا بده يحمل شيء ما يحني ويحمل قلنا كيف بيحمل صحيح اذا قعد يحط تكيه ورا كعب ظهره اذا شوفير تاكسي او خاصه البيك اب كثير بيأذي لانه البيك اب اذا طلع على مطب هالقد الفورس بتطلع من البيك اب وهو عالي نعم كثير بتجي قويه على الظهر يعني البيك اب بنقول له خلينا نقول له روح على مهلك احسن ما تروح على المهلك روح على مهلك احسن ما تروح على المهلك المعالج الفيزيائي جورج نخلي انا بدي اتشكرك على كل النصايح اللي زودتنا فيها اليوم بهيدي الحلقه فعلا لانه مشكله اسفل الظهر مشكله بنواجهها كلنا وحسب كمان طبيعه عملنا شكرا لك على كل هالتفاصيل